لم يجد ضرغام فرصة لتعيينه مدرسا حكوميا لمادة اللغة الإنجليزية، ما جعله يتجه صوب المعاهد الأهلية لتدريس الأطفال مقابل أجور زهيدة. عزيمة وتحد تحدو بهذا الشاب، يعطي كل ما لديه من خبرات للأطفال الصغار، حيث صاروا يقرؤون ويكتبون الإنجليزية وفق طرق تلحينية وإيضاحية ومزج الألوان مع الحروف، طرق ابتكرها ضرغام لطلبته الصغار. أول ما بديت هذا المجال قلنا لازم أنا أختلف عن البقية بشيء اللي أسويه أنا، فاعتمدت الأسلوب الغنائي، أسلوب التمثيل، أسلوب الصوت العالي. إحنا مرات أصعد على رحلة وأقوم أهوس وياهم في سبيل يستقبلون وياي، يعني التلميذ عندنا هنا بصعوبة توصل له المعلومة إذا متميز عن غيرك. طرق كل أبواب المسؤولين من دون جدوى، وأعطى دروساً بالمجان لعدد من طلاب المدارس الحكومية في رسالة واضحة تميزه عن أقرانه من الخريجين الذين باتوا عاطلين عن العمل بسبب شح الأموال في الموازنة. تطوعني أكثر مرة شاركت وساهمت به في منتدى شباب النجف، منتدى شباب الكوفة، مدارس حكومية عديدة في سواء في الحي الموجود اللي أسكن به أو غيرها، حتى ما تقول تبعد أكثر كلمات عن بيتي وأروح له، يقول تطوع مجاني للتلميذ ماله ذنب أنه يظل بدون أستاذ أو بدون أي شيء. مطالبات بتشريع قوانين تحمي ضرغام وأقرانه عند عملهم في المدارس والمعاهد الأهلية بعدما امتلأت المدارس الحكومية منها بتعيينات حزبية وفئوية ووساطات للأقرباء والمعارف رمت بالمتفوقين خارج أسوار التعيين. أنا أطلب أنه وزارة التربية توجه بقانون صارم للمؤسسات الأهلية حفظ حق الشباب والمعلمين والمدرسين الغير معينين. ضرغام مثال على توجه جديد بدأ ينضج في سوق العمل، حيث تشق الكفاءات طريقها في القطاع الخاص على حساب الوظائف الحكومية، بينما يتميز هو باستثماره في مجال تربوي عبر تدريس فتيان النجف لغة العصر الحديث. من النجف مثنى العيساوي.